مشكلة الأسمدة، هتكلم بالطاقة يعني، نتكلم زي مشكلة الدواء لما بيبقى النهاردة عندي سعر، فرق سعر كبير جدا 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 في سعر السماد ما بين السعر التكلفة الحقيقية والسعر اللي الدولة بتقدم بيه الأسمدة، هيبدأ غصب عنك بيحصل نوع من، مش عايز أقول التلاعب، ولكن بيحصل ما يطلق عليه أسواق موازية وبيع في سوق سودة. النهاردة احنا اجتمعنا مع كل شركات الأسمدة وعندنا التحرك، ان احنا النهاردة يمكن كان حصلت في فترة ما برضو كان مع نقص الغاز كان حصل نوع من التناقص، ولكن رجعت المعدلات الى الامور الطبيعية. فكان التركيز كله في خلال الفترة الجاية على توفير اكبر قدر من التزامات الشركات لوزارة الزراعة عشان تتاح للفلاحين. فالتالي الشيء اللي مرة أخرى بيحصل هو الهوة الكبيرة ما بين السعرين، هي دي اللي بتسمح بعملية التلاعب والإتجار. عشان كده برضو من غير أي تفاصيل، لأن هنعلن عن هذا الموضوع في فترة قادمة، إحنا بنتحرك إزاي لتحقيق نوع من الاستقرار في سوق الأسمدة للفترة الجاية بالذات، وأنا مش بتكلم على فترة طويلة، أنا بتكلم على الشهر القادم إن شاء الله تكون الأمور استقرت.